بيوت فيها لوجيستيك فانكشن، فيها لاند لوك، يبقى البنت حلال دي، يبقى ده مش معترض على حاجه، اللي بتديه له ياخده، يبقى البلد الدومين بتاعها فروم نيجاتيف انفينيتي تو بوزيتيف انفينيتي. قول لي يا مهندس، بص على اللي جنبها، اللي جنبها فيها كام حاجه؟ سكوير روت وديناميتر، يعني فيها جذر تكبيري وفيها مقام كده، فاهمني احسن؟ الستيب اللي بعدها لازم احط الكونديشن الاستثنائيه. ايه الكونديشنز؟ ان لازم مسار لازم 4 ماينس اكس سكوير تو بي جريتر ذان اور ايكوال كام؟ الله، بس انا كل ما بشوف سكوير روت بحط جريتر ذان اور ايكوال، صح يا هاني؟ اشمعنى انا كنت بشوف ده؟ لانه الدينومينيتور ما ينفعش الدينومينيتور يبقى سيء كام؟ بس هيزيد معايا كمان ولا ايه؟ يبقى انا حطيت الكونديشن على طول. الحركه اللي بعدها، الحركه اللي بعدها اعمل ايه؟ الحركه اللي بعديها حاول تجيب لي اكس المون سايد. ازاي اجيب لي اكس المون سايد؟ قول يا عبد الرحمن. نادر اكس سكوير زي ما بيجريتر ذان نيجاتيف مين؟ الستيب اللي بعديها، بس انا مش عايز نادر اكس سكوير. البتاع ده اسمه بص اسمه اكس اكسس، جاست اونلي اكس اكسس. ما اقدرش اخد سكوير روت دلوقتي. لازم اكسر مين الاول؟ النيجاتيف، اشيل النيجاتيف. عشان اشيل النيجاتيف ملتبلاي بوث سايدز نيجاتيف او ديفايد بوث سايدز على نيجاتيف 1. الاثنين واحد. لما اعمل كده يا عبد الرحمن الجريتر ده بيتقلب ويبقى ايه؟ لسه اهو، يبقى دي كلها اهو تايمز نيجاتيف 1، تمام كده؟ لما اضرب نيجاتيف 1 ايه اللي هيحصل؟ يبقى دي معناها ان اكس سكوير ها ويل بي لسه بوزيتيف 4، لاحظ العلامه صح كده؟ طب انا ستيل سيكينج just only x axis not x square. If I will have to take square root for both sides. Once you take square root for both sides, العلامة هتبقى مع positive. يبقى دي معناها ان x will be less than mean. و at the same time ان انت اللي بتاخد السكوير روت يقوم يظهر negative 2. يبقى it's supposed to be greater than negative 2. ادي الكونديشن. اقدر اتشيك على الاكس اكسس، انا الاكس اكسس اهو. بص يا عبد الرحمن، انا الاكس اكسس اهو. ها؟ اوكي مستر جمال، ادي 2 وادي هنا نيجاتيف 2. ادي نيجاتيف 2 وادي 2. على طول هبدا اشتغل اهو. معايا مش مهم كرر. اي مكان يا جماعه في المكان اللي انت عايزه، بس هو انت شايف كويس. واسمك ايه؟ ياسين. ياسين؟ انا في سبيس دماغ كبير جدا جدا فروم نيجاتيف 2 لغايه كام؟ لغايه بوزيتيف 2. ماشي الحال. تعال خد من هنا رقم ان بتوين ذيس انترفال وليكن زيرو. تعال عبد الرحمن انت رحت فين؟ خد من هنا رقم الوسط وليكن صفر. تعال اطلع ليه؟ 4 ماينس 0 از جونا ورك. ليه؟ 4 ماينس 0 از جونا بي 4 والسكوير روت بيبقى مصدر فيبقى اوكي. اما مش معترض. طب تعال خد لي نمبر من هنا. تحب تاخد مين مثلا؟ ثلاثة؟ اخد ثلاثة؟ تعال جرب. 4 ماينس 3 تو ذا باور اوف 2 يبقى 4 ماينس 9 يديك نيجاتيف 5. هل السكوير روت ينفع مع نيجاتيف؟ يبقى انت دلوقتي متاكد جدا ان فين الدومين اللي انت شايفه؟ اهو. بس خلي بالك ان الحته دي والحته دي اوفر. طب اشمعنى اوفر؟ لان لو جيت احط 2 هيبقى 2 تو ذا باور اوف 2 بيساوي 4 و 4 ماينس 4 از جونا بي 0 والسكوير روت هيشتغل بس الدينومينيتور هيرفض. يبقى انا دلوقتي عرفت الدومين. الدومين بتاعي شغال من اللي فين؟ فروم نيجاتيف 2 لبوزيتيف 2. ازاي اكتبها يا ياسين؟ تعرف انا بحب اقول اسم ياسين كتير. اكس بلونجز تو ستارتنج فروم نيجاتيف 2 تو بوزيتيف 2 واليمين بتاعها اوبن. على فكره الاوبن براكت بتاع الانترفلز انا قلت ده زمان كنت في الفيديو، بس برضه ممكن اكتبه كده وممكن مسار اخليه كده. انا كده جبت دومين. خلي بالك انا خلاص ما اقعدش اتكلم عن الموضوع تاني، اجيب الرينج. تعال نجيب الرينج. الرينج ده انا عايز اجيب فيه ظهور. عبد الرحمن
كونديشن صح؟ صح؟ اهو الزيرو اهو ليفت هاند سايد سوري رايت هاند سايد ليفت هاند سايد انا عندي بوزيتيف 2 ولا عندي نيجاتيف 2 اول حركه عملها علشان اخلي الاكس ترجع للشكل اللي انت شايفه ده لازم الفاليوز دول اعملهم سكوير وانس ان انا اعملهم سكوير بص 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 هيتلموا مع بعض اول ما انا اعمل سكوير ده هيديك ايه؟ هيديلك ان اكس سكوير ويل بي ليت داون ايكوال بص او سوري كده اكس سكوير ليت داون 4 وهتبقى جريتر داون ايكوال 0 ياسين انا ليه مسحت لانه دينوميتر ما ينفعش يبقى فيه ايكوال يبقى اذا على طول انا جبت اكس سكوير من ده فوق معايا مثلا الستيب اللي بعده انا عايز اشوف مين نيجاتيف اكس سكوير انا عايز اشوف نيجاتيف اكس سكوير عشان اشوف نيجاتيف اكس سكوير اي وان مولتيبلاي ذا هول انيكواليتي باي نيجاتيف اضرب الانيكواليتي كلها باي نيجاتيف لما اضرب الانيكواليتي كلها باي نيجاتيف يبقى اذا ده معناه ان دي هتبقى نيجاتيف اكس سكوير والعلامات بتاعتك بتتقلب بصوا انا قلبت العلامات انا بقى ياسين الحركه دي شديده الانيكواليتي بدلناها ذا سيم وانس انك تمنتبلاي باي ا نيجاتيف فاليو الانيكواليتي ايه اللي هيحصل لها؟ هتتقلب انا بدل ما اقلبهم خلي بالك بدل ما اقلبهم بدلت الاطراف يعني بص كده اللوجيك مظبوط بص هنا اكس سكوير از جريتر ذان كام؟ زيرو وانس انك تضرب في نيجاتيف بقت على طول نيجاتيف اكس سكوير ليس زائد زيرو اذا كان جريتر بقت زيرو انا كنت جبت دي عايز اجيب مين؟ عايز اشوف مين تاني من سرعه عايز اشوف 4 4 ماينس اكس سكوير يبقى اعمل ايه يا عبد الرحمن؟ اد 4 للثلاث اطراف اد 4 هنا واد 4 هنا واد 4 هنا اد 4 يلا 4 بلس 0 يا عبد الرحمن هيبقى كام؟ يبقى اذا جريتر ذان ودي هتبقى 4 ماينس اكس سكوير وده هيبقى 4 صح كده؟ احنا هنعد 4 لا استنى انا عملت حاجه غلط انا هنا لما ضربت في نيجاتيف خلي بالك نسيت ان انا هكتب هنا مين؟ نيجاتيف 4 مش انا ضربت في نيجاتيف اصبح ده نيجاتيف 4 وده نيجاتيف اكس سكوير وده بزيرو يبقى دي نيجاتيف 4 لما اد 4 هيبقى ده معناه 4 ماينس 4 يعني الستيب اللي بعديه ان 4 ماينس اكس سكوير ويل بي جريتر ذان 0 اند ليس ذان 4 الستيب اللي بعديها كمان انت متابعني؟ في اي مشاكل؟ ارجوك قول لي الحركه اللي بعدها عايز اشوف مين؟ سكوير روت مش هيك سكوير روت؟ طيب اعمل سكوير روت يبقى انا هاخد السكوير روت ليها كلها على فكره عبد الرحمن انت ملاك يبقى عندي 4 سكوير روت 4 ماينس اكس سكوير والكلام ده هيبقى 2 وده هيبقى جريتر ذان كام؟ رايك مطرح ما انا واقف هنا انا صح لغايه دلوقتي اتبان ولا في حاجه وقعت في الوسط؟ طيب شو؟ شو؟ طيب الحركه اللي بعدين بس دي خلي بالك مش ار دي مش هي اشمعنى؟ دي نومينيتر بس انا عايزها تبقى دينومينيتر يبقى انا همسك البتاع كلها بص 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 يا سيدي روح لي اول ما اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت يعني جدا ريسبروكال اوف ذا بودي كواليتي ايه اللي يحصل للعلامات؟ تتشقلب يعني اذا ده معناها ان 1 اوفر الروت بتاع 4 ماينس اكس سكوير ويل بي ليت ذان غير تو ذان اقلب تاني يا سيدي يبقى هنا اصبح 1 اوفر 2 ولسه كام؟ ما هي العلامات بتتقلب امتى؟ تتقلب امتى؟ وانس ان ضربت في نيجاتيف فاليو او انك عملت ايه للاطراف كلها جبت المجهول بتاعها كده تمام؟ معايا يا سيدي؟ اه مصرعه انا قربت بصي كده انا كده قربت وانس ان انت قلبت اه تمام على فكره برضه انا عملت حاجه انا لما اقلب الزيرو هنا انتوا ازاي ساكتين؟ ده معناه انتوا مش متابعيني يعني ده هيبقى انا عندي ان الاثنين لما اقلبها تديك 1 فور 2 الزيرو لما اقلبه يبقى بكام يا سيدي؟ الزيرو لما اقلبه جاب طب ايه؟ يديك 1 فور 0 1 فور 0 ده مرعب جدا يا عبد الرحمن لانه 1 فور 0 ده بيديك مين؟ معايا؟ يبقى انا الاول كان عندي روت 4 ماينس 6 سكوير جدا تو جريتر ذان 0 وانس يو ستوبت انك تفرق
to get the inverse of all of them, I was broken. In a result, I have writer, if I don't 1 over 2 is 0, if I 1 over 0, 1 over 0, we need me. We need infinity. أنا قربت جدا بس still أنا شايف إن يعني في مين فوق 2 بتعمل 2 multiply by 2 ده هي يعني لما أضرب ده في 2 ده هيبقى 2 على الروت بتاع 4 minus x square والإنفينيتي هتضربها في 2 بدلها إنفينيتي طيب 1 over 2 وانس إن أنا ضربته في 2 يبقى كام؟ جمال أنا قربت ناقصني حاجة، إيه اللي ناقصني يا مان؟ الثري لما انفينيتي بلس 3 هتبقى ايه؟ ال 3 فور اول اوف ذيم 3 بلس انفينيتي هتبقى انفينيتي معايا سي؟ طيب لما ال 3 هنا قال لي انا هقابل بلس 3 وهنا بلس 3 يو ويل اند اب ايه اللي انت هتشوفه؟ هتلاقي عندك دلوقتي ان واي بقت ليه ده انفينيتي معايا وجريتر ذان مين؟ فوق انا كده جبت الرينج يبقى اذا الدومين لو انا اشتغلت من نيجاتيف 2 لغايه بوزيتيف 2 هلاقي الرينج بتاعي بقى منين لفين؟ اقدر على طول اقول ان واي الكلام ده بلونجز تو ستارتنج فروم 4 اند جوينج اب تو انفينيتي انفينيتي اهي وادي الفور انا كده جبت الدومين وجبت مين؟ الرينج. تاني انا باكد الدومين والرينج مهمين جدا. ليه مهمين؟ لان الدومين بالنسبه لاي ماشين واتس يو ار جوينج تو بوت انسايد. الرينج واتس جونا كام اب او كام اوت فروم ذيس فانكشن. الدومين انبوت الرينج اوتبوت مهمين جدا. صح؟ لو انت جيت تحط في المكنه بتاعتك حاجه مش مصرح ليك باستخدامها المكنه دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتبوظ. لو انا عندي ماشين بتعمل قماش بحط فيها خيط بيطلع قماش اوكي؟ ينفع هي بتاخد خيط تحوله لقماش، ينفع اجيب رود اوف ستيل واروح احطه فيه ايه اللي هيحصل؟ هتتفتك. عشان كده الدومين مهم. واضح يا شباب؟ كلامي تمام؟ اوكي بركة. انا كده كلمتك على الدومين والرينج في حاجات انا هعدي عليها بسرعه قوي وبعدين برجع لها تاني في حاجه اسمها المونوتونيستي فانكشنز الفانكشنز دي بتكسبرس ريل او فيزيكال سيتويشنز انت ان بتوين تو ثينجز ان دينوس فانكشنز في انكريزنج ريليشن شيبس وفي او دايركت ريليشن شيبس وفي اندايركت ريليشن شيبس الدايركت ريليشن شيبس as long as an x increases ال y ايه اللي هيحصل لها؟ it will increase لو ال x decrease ال y ايه اللي هيحصل له؟ decrease بيمشوا ورا بعض تمام كده؟ لكن ال indirect ريليشن شيبس ايه اللي بيحصل فيها؟ ال x increase ال y ايه اللي هيحصل له؟ it will decrease طيب انا اعرف دي منين؟ قانون بسيط قوي لو انت عندك مثلا ان x1 less than x2 يعني عندك ال x2 اكبر من مين؟ من ال x1. لو انا خدت ال two values دول وعملت substitution in a function لو انا لقيت ان f of x1 is less than ال f of x2 يعني ده معناها ان انت عندك increasing relationship. انا ما بحبش اقول increasing الافضل direct relationship. لما ال x2 اكبر من x1 وجيت اعمل سبستيوشن لقيت ال f of x2 اكبر من ال f of مين؟ of x1. زي كده بديلك سالاريز والاحظ الكونسمشن والاحظ الاكسبندتشرز بتاعتك. كل ما اديلك سالاريز كل ما الاكسبندتشرز بتاعتك ايه اللي هيحصل لها؟ هتزيد. صح ولا لا؟ في النورمال بيبول كده في ناس معفنه مالناش دعوه. يعني انا بتكلم النورمال بيبول. كل ما اديلك فلوس كل ما انت الاكسبندتشرز ايه اللي هيحصل؟ هتزيد. معايا؟ طيب في عندك نقطة تانية إن عندك لو عندك x1 is less than x2 يعني x2 أكبر من x1 لو أنا جيت بستخدم العلاقة دي أو الأرقام دي وجيت أعمل substitution لقيت إن f خلي بالك إن f
of x2 values less than the values بتاعت f of x1. الشكل اللي انت بتتعامل معاه ده هو بيصنفه ان هو decreasing relationship او انا بحبه ان هو indirect relationship. زي مين؟ طب زي مين يا جماعه؟ زي مرفع الاسعار والكوانتيتي ديماند اللي هيحصل لها تترقع على الارض. كل ما ارفع البنزين مستر احمد هيفكر في عدد الكيلومترات اللي هيلف بيها. كل ما ارفع فلوس البنزين كل ما الكيلومتر ده هيجري وراك، عدد الكيلومتر ده هيجري وراك. كل ما نزل الفلوس بتاعت البنزين كل ما الناس تحب انها تموف اراوند اكتر، صح ولا ايه؟ وتشتري عربيات ال 16 فالف 18 فالف 24 فالف، كتر بقى فالف زي ما انت عايز ما يهمكش يعني. مش كده برضه ولا ايه؟ يبقى اذا دي حاجه مهمه جدا. خلي بالك تاني، ايه شرط الانكريزنج فانكشنز؟ ان لو اكس 2 از جريتر ذان اكس 1 فاهم يعني اكس 2 جريتر ذان اكس 1؟ زي 5 اكبر من 1، 5 اكبر من 1. لو انا عندي 5 اكبر من 1 الفاليو بتاعت الفانكشن عندي 5 تبقى اكبر من الفاليو بتاعت الفانكشن من 1. يبقى دي اسمها انكريزنج فانكشنز. لو العكس حصل، لو انا عندي الاكس 2 5 والاكس 1 1 يبقى اذا 5 اكبر من 1. جيت اعمل سبستيوشن لقيت الفاليو بتاعت الخمسه اقل من الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الواحد. بالعكس ده اسمه decreasing relationship. تمام يا شباب؟ اوكي دي حاجه كنت عايز اعدي عليها كده بسرعه. في حاجه اسمها even odd. الكونديشنز ده مهم. في حاجه اسمها even functions وفي حاجه اسمها odd functions. مين هي الـ odd functions؟ مين هي الـ even functions؟ تفتكر يا جماعه يعني ايه odd function؟ الـ even function الـ functions اللي مش بتحس بالـ negative sign. يعني f of negative x بيساوي f of x. الاثنين نفس تلمع تحط فيها negative x تحط فيها positive x الـ values هتزيد. الـ values هتزيد. تحسش بالـ function. دي functions حلوة. في فانكشنز ثانية بتحس بالإشارة اللي هي f of negative x. الكلام ده اسمه negative بتاع f of x يديك نفس الفاليو يا جماعة بس الإشارة مختلفة. ده على فكرة مسلمين جدا في الحسابات أو إنك تعرفها سهلة أوي 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 أوي. بص كده لو أنا عندي y بيساوي x to the power of 2 تعال شوف الكلام ده عامل ازاي يا عبد الرحمن. شيل الاكس وحط بص سهل اي رقم اي رقم بص بص كده يا سيدي بص في ذا باور اوف 2 يدي لك كام؟ طيب شيل الاكس وحط كلمه 2 هيدي لك نفس الرقم. حد مش زعلان من حاجه؟ تاني رقم لو شلت الاكس وحطيت 2 هيبقى الواي بكام؟ 2 تو ذا باور اوف 2 يديك كام؟ طب شيل الاكس وحط نيجاتيف 2 هيبقى نيجاتيف 2 تو ذا باور اوف 2 برضه ستيل هيديني كام؟ ما حسش الاشاره. لو انا عايز تبروف يا عبد الرحمن اهو اروح قايل اف اوف نيجاتيف اكس يبقى الكلام ده هيساوي نيجاتيف اكس تو ذا باور اوف كام؟ اي نيجاتيف بترفعه باور 2 نيجاتيف ايه اللي هيحصل له؟ هيروح. يبقى اذا دي معناها ان اف اوف نيجاتيف اكس ويل ايكوال to f of x لانها ترجع تاني x سكوير يبقى حققت الكونديشن. خدت بالك يا ياسين ازاي انا عملت لها تيست من غير حتى ما افكر في x ومش x دي؟ استخدمت عند 3 وشفت الفاليو وبعدين شال x وحطيت نيجاتيف 3 لو طلع نفس الرقم بالظبط تبقى ايفن. طيب خلي بالك الـ odd functions بتعمل ايه؟ زي مثلا على سبيل المثال خليك معايا انت ماشي لو انا قلت لك ان y بيساوي x to the power of 3 تعال جرب كده شيل الاكس وحط 2 2 power 3 يديها بكام؟ 8. طب شيل الاكس وحط النيجاتيف 2 هيديك ايه؟ نيجاتيف 8 يعني ادالك نفس الفاليو بس الساين بتاعتها من ايه؟ بالسالب نفس القيمه بس الاشاره ايه؟ مختلفه. معايا؟ شكلك مش معايا يا ياسين. لو انا جيت اقول اف عندي 2 هيدي لك بوستيف 8. لو انا جيت اجيب اف عندي نيجاتيف 2 الكلام ده هيساوي نيجاتيف 8. شايف؟ بوستيف نيجاتيف. بص الاشارات اللي قدامهم بوستيف نيجاتيف وهكذا.
او العكس الاقي عندي دي نيجاتيف وانا عندي اللي تحتيها بوزيتيف. المهم الاشاره ايه بقى تصلح اتعكست. يبقى الاوت فانكشنز هي الدوائر لو شلت الاكس وحطيت نيجاتيف اكس تدي سيم فاليو بس الاشاره هتبقى بالايه بالعكس. طبعا هنا لو حبيت تو بروف ات الامر تافه جدا. كل اللي انا هعمله يا مان اروح جاي في الكلام انا هروح اجيب الاف بتاع نيجاتيف اكس الكلام ده ازاي نيجاتيف اكس كل ما اوردر تو ذا باور اوف كام سو ات ويل ديفولف نيجاتيف بتاع اكس تو ذا باور اوف 3 سو ات ويل ايكوال تو نيجاتيف بتاع اف اوف اكس. يبقى اذا انا دلوقتي عندي الاف اوف نيجاتيف اكس بيساوي نيجاتيف اف اوف اكس. اوكي اي مشاكل معايا؟ في مشاكل؟ ياسين تمام؟ جمال؟ عبد الرحمن؟ احمد؟ طيب مصر صح عددنا مش كتير فاحنا لازم كل واحد يقعد يجاوب علشان دماغنا ما يسمعش. تعالي بص على المساله دي وقولي دي ايه في المنطقه؟ لو قلت لك واي بيساوي 4 ماينس اكس يا ترى دي ايفن فانكشن ولا اوت فانكشن؟ ها بتقولي ايفن صح؟ طب تعالى نجرب. اسمع الاول كلامي شيل الاكس وحط 2 وشيل الاكس وحط نيجاتيف 2. تعالى بص كده ركز يا لو شلت الاكس وحطيت 2 الواي يبقى كام؟ اعملي سبستيتيوشن ريبليس الاكس ب 2 4 ماينس 2 و 8 حلو قوي اركنيه على جنب. تعالى بقى شيل الاكس وحط نيجاتيف 2 4 ماينس نيجاتيف 2 سو اتس جونا ايكوال 6 not even not good لا هي ده ولا ده. هو يعني ايه even؟ ال even لو انا حطيت رقم بالبوزيتيف it will give you a value لو مسكت الرقم بالبوزيتيف ده خليته نيجاتيف هيديك same value. مش طيب زي الاكس دايما قيسيها في دماغك على اكس سكوير لو حطيت 2 هيديك 4 لو حطيت نيجاتيف 2 برضه هيديك 4 هيدين رقمين مختلفين صح؟ معنى ان رقمين مختلفين يعني هي لا هي زوجيه ولا هي فرديه، النقطه دي في الفانكشن ولا اوت فانكشن. ماشي كده؟ ما هو الدوائر الفانكشنز ان جنرال لو انا بكلاسيفاي ذا سين يبقوا كام حاجه؟ ثلاث حاجات ايفن فانكشنز اوت فانكشنز نوت ايفن نوت اوت. واضحه؟ طيب ايه اشهر انواع الايفن فانكشنز؟ ايه اشهر انواع الايفن فانكشنز؟ وايه اشهر انواع الاوت فانكشنز؟ دي معلومه مهمه. دي معلومه مهمه تفرق معاك جدا وتفرق معاك مع الكورس بتاع الابلكيشن بتاع الانجينيرنج. يعني الانجينيرنج ماتماتكس الكورس بتاع هيفرق معاك. لا بتدرس فيه ده؟ تعالى بقى معايا كده ثانيه واحده جاست سك بص كده. فور ايفن فانكشنز لاي فانكشن ايفن الكونديشن بتاعها ان اف اوف x بيساوي f of negative x. This is number one. The symmetry will be about the y-axis. The symmetry will be about the y-axis. Other y-axis. بصوا كده. Other y ولا x. y بيساوي x square. هتبقى شكلها عامل كده. y بيساوي cosine x. لو انا بجيب y بيساوي يعني ده y بيساوي x to the power of 2. لو بجيب y بيساوي كوساين x ادي الشكل بتاع الفانكشن بتاعتي. معايا؟ بصي لو y بيساوي 6 لو انا قلت y بيساوي 6 ادي ال y اكسس ولا ال x اكسس. تعرف y بيساوي 6 ده شكله عامل ازاي؟ معايا سي؟ هروح من 6 ادي 6 اهو. هروح من كده. لو لاحظت ان انا رسمتهم كلهم يا عبد الرحمن بيك هتلاحظ ان في سيمتري اباوت الواي اكسس الليفت هاند هو الرايت هاند. بص كده يا احمد الجنب اليمين هو الجنب الشمال الجنب اليمين هو الجنب الشمال الجنب اليمين هو الجنب الشمال. دي ايفن فانكشنز اشهر الانواع. اي اود فانكشن مرفوع الباور زوجي ما هو اكس باور 2 عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن اكس والباور بتاعته كام؟ او اكس باور 3 تو ذا باور اوف 2 لو اكس باور 6 يبقى كل الفاليوز البولينوميالز ويز ايفن باورز هي على طول ايفن فانكشنز. واشهر مجموعه في التريجونومتري الكوزاين ومقلوبه هو
ومين مقلوب الكوزاين؟ سك كوزاين اكس مقلوبه ها سك اكس الاثنين ايفن. طب مين الاود؟ الاود دي شكلهم عامل ازاي؟ شباب ده الاود فانكشنز. الاود فانكشنز بيحصل فيها سيمتري بس اباوت الاوريجين. يبقى مثلا حاجه بالشكل ده واي بيساوي اكس. يبقى مثلا حاجه بالشكل ده هما فوق هما تحت. شايف؟ حته فوق وحته فوق. عند الواحد بيديك نيجاتيف واحد. سوري عند الواحد بيديك واحد. تيجي عند النيجاتيف واحد بيديك نيجاتيف واحد. عند الاثنين تديلك اربعه. عند النيجاتيف 2 تديلك نيجاتيف 4. واخد بالك عامله ازاي؟ بتمشي بالعكس. برضه لو انا بتكلم على واي بيساوي ساين اكس، بصي شايف المعكوسين هنا السيمتري ابوت مين؟ ابوت الاوريجن. معايا يا سي؟ دي كل الفانكشنز اللي قلت. ودونت يو ايفر فورجيت ان اف اوف اكس في الوضع ده بيساوي النيجاتيف بتاع الاف اوف نيجاتيف اكس. ده الجزء بتاع الايفن جود. انت عارفه ده هتلاقي عندك في ليكشر 1 وليكشر 2 من اللي انت بتذاكريه. يعني انا دلوقتي هبدت لك ليكشر 1 وليكشر مين؟ ليكشر 2 المين بوينتس اللي موجودين فيه. فاهميني ولا مش فاهميني؟ حضرتك معايا؟ اوكي بيرفكت. اي مشاكل في اللي انا بتقولها ده؟ اي فانكشن عايز تعرف اذا كانت كودا ولا ايه بتعملي ايه؟ شيل اكس وحطي رقم. طلع فاليو اكتبيها. شيل اكس وحطي نفس الفاليو بس بالنيجاتيف. هتديلك انذر فاليو. بص هتديلك دول لو يساووا بعض لو equal in values بس opposite in sign يبقى odd. لو دي تدي 15 وده ادى لك 30 يبقى ده معناه ان هو not even not mean not odd. اسهل حاجه تستخدم. واضحه؟ واضحه. في حاجه ثانيه عايز اقولها لك. عايز اكلمك على ال inverse functions. مش كل ال functions اقدر اجيب لها inverse. لازم تبقى الفانكشن بتاعتك انجكتيف. يعني ايه انجكتيف؟ For every value of x there is just only an objective functions. Or what's called a one to one function. يا سيدي مش كل ريليشن بتكونكت الاكس والواي از فانكشن. يعني ممكن الواي يساوي سم فاليوز ان اكس، سم فاليوز ان اكس، بس اكشولي اتس نوت فانكشن. هو في ريليشن كونكتنج ذم بس اتس نوت فانكشن. امتى الريليشن تبقى فانكشن؟ which is a higher grade from relations. امتى الريليشن تبقى فانكشن؟ انت تعرف امتى؟ لو every value of x has just only one value on y. كل قيمه في اكس ده قيمه واحده فين؟ 4. دي تبقى اسمها فانكشن. طيب امتى تبقى انجكتيف؟ لو العكس كمان صح. Every value of y has just only one value on x. يبقى الوانت يبقى خلي بالك ريليشن اعلى منها شويه يبقى فانكشن اعلى منها شويه يبقى ايه؟ 1 to 1. نقوله تاني في ريليشنز. الاعلى من درجه الريليشن فانكشن. اعلى من درجه الفانكشن فانكشن اند 1 to 1. طب الريليشن ايه الديفرنس بين الريليشن اند فانكشن؟ ذا فانكشن every value of x has just only one value in one. معايا؟ زي مين؟ مثلا لو انا عندي y سكوير بيساوي x. لو y سكوير بيساوي x انا لو عايز اعمل جراف او سكتش فور ذيس فانكشن جيت ذا واي. يبقى اذا ده معناه ان الواي ويل ايكوال تو بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت فور مين؟ فور اكس. عارف دي يا ست لو انا جيت ارسمها هيبقى شكلها عامل ازاي؟ خلينا اقول لك هيبقى الشكل بتاعها عامل ايه؟ ادي الفانكشن بتاعها. لحظه الفانكشن اللي انا رسمتها دي از ات ا فانكشن؟ اللي قدامك ده از ات ا فانكشن؟ اعرف منين؟ اروح اعمل حاجه اسمها الفيرتيكال لاين تيست. يعني ايه الفيرتيكال لاين تيست؟ يعني هاجي عند اي فاليو فروم ذا فانكشن اروح اعمل كده فيرتيكال. الفانكشن بتاعتي كات ان هاو ماني بوينتس؟ ان 1 بوينت ولا مور ذان 1 بوينت؟ بص كده الفانكشن من البازل لما عملت الفيرتيكال لاين بتاعي
قطع الفانكشن دي في كام بوينت؟ بوينت تحت وبوينت فين؟ يبقى في مور ذان وان بوينت. This is not a function. This is a relation. طب ازاي احول الريليشن دي تو فانكشن؟ اخلي فور ايفري فاليو اوف اكس از جاست اونلي وان فاليو اوف واي. وده سهل. اقدر اخليها واي بيساوي روت اكس. اهي كده بقت فانكشن. بصوا هياخد الامر روت. او يا ياسين اخلي واي بيساوي نيجاتيف روت اكس. اهو بص بيساوي ياسين. انا بقول ياسين. مش هي بوزيتيف اور نيجاتيف روت اكس؟ طيب لو هي هما الاثنين على بعض تبقى مش هتبقى فانكشن. لو انا رحت جاي شايل جناح من الجناحه دي تبقى فانكشن. لو جيت تعمل اللاين بس تعالى اعمل اللاين تيست كده. تعالى هنا اعمل فيرتيكال لاين هيقطع الفانكشن في كام؟ ولو انا جيت عامل فيرتيكال لاين هيقطع البوينت بتاع 1 بوينت يبقى خلاص. طب انا عايز اعرف بقى از ات 1 تو 1 ولا نوت 1 تو 1؟ اروح اعمل هوريزونتال لاين. لو الهوريزونتال لاين قطع الفانكشن بتاعتي ان 1 بوينت قطع الفانكشن مش الريليشن. لان ال 1 تو 1 ده درجه اعلى من الفانكشن. فاهمني؟ تعال بص كده. وانا عايز اعرف بقى هل هي هل اللي قدامك ده يعتبر فانكشن يعتبر 1 تو 1 ولا لا؟ اعمل ايه يا سيدي؟ ارجع اعمل ايه؟ قطعها في كام بوينت؟ يبقى اتس 1 تو 1. It is invertible. It's an injective function. يعني الفانكشن دي ممكن يجيب الانفرس بتاعها. لو انا جيت في اللي تحت دي وجيت اعمل هوريزونتال لاين هيروح قطعها في كام؟ برضه اتس ان انجكتيف فانكشن. تعالى بص كده من اشهر الجولات اللي برضه انا احب اكلمك عليها. بص كده لو انا قلت لكم واي بيساوي اكس تو ذا باور اوف 2 يا ترى الرسمه بتاعتها شكلها عامل ازاي؟ يا سيدي شكلها تبقى عامل ازاي؟ واي بيساوي اكس سكوير اهي. مستر احمد is it a function? Is this a function? ليه قال يا سيدي؟ لان لو جيت اعمل vertical line هيقطع الرسم ده in how many points؟ ولو جيت in how many points it's a function. طيب is it one to one؟ لا مش one. لان لو جيت اعمل horizontal بص لو جيت اعمل horizontal line هيقطع لي الفانكشن دي ان هاو ميني بوينتس؟ ان 2 بوينتس. يبقى قطعها فين؟ في اكتر من بوينت. يبقى دي ما ينفعش ان انا اقول لها انفرس. طيب اديني هدي لك دقيقتين. احنا الساعه كام دلوقتي؟ جاست ا سكند. الساعه دلوقتي 11. انا هقف دلوقتي. انا عندي لكتشر تاني الساعه 11. الساعه كام؟ طيب انا هقف معاكم دلوقتي وهكمل كام شويه زيادة. استنى. I will stop recording just a second and I will continue with you.